تجميل الوجه الحقيقة من التخصصات الدقيقة جدا في عالم التجميل، وكنا زمان عشان نجري عملية شد وجه كامل بجرح حوالين الوجه كان حاجة الحقيقة مش سهلة، وكان المريض بيغيب بالثلاث شهور على ما آثار العملية تبتدي تختفي، وأحيانا كان يطلع الوجه مختلف التعبير ومعالم الإنسان بتختلف رغم أنها الجلد شد. الحقيقة العصر الحديث أصبح فيه تقدم شديد جدا في عالم التجميل للوجه بالأجهزة الحديثة زي الهايفو اللي بيقدر يشد جلد الوجه والرقبة في جلسات بسيطة، أو الخيوط اللي بتقدر تفرد الوجه وترجعه لعمر مبكر جدا. والطفرة القوية في عالم تجميل الوجه حدثت بعد الجي بلازما. الجي بلازما اللي شد جلد الوجه والرقبة حقيقة تكنولوجي على أعلى مستوى، نتيجة فورية دائمة تعيش العمر كله، ما بتحتاجش أي تدخل جراحي، الريكفري بعدها ما يحتاجش أكتر من أسبوع. إضافة لعالم التجميل حتى الحالات الشديدة اللي كنا لازم نعمل فيها جراحة أصبح باستخدام هذه التكنولوجي نقدر نعمل نتيجة تقريبا 100% بجرح تجميل صغير من أمام الأذن أو من خلفها مع تجميل باقي الوجه بهذه التكنولوجي الحديث. فأصبح حتى شد الوجه جراحيا بطريقة سيمبل وبسيطة، والحصول على عمر مبكر أصبح مهمة سهلة سواء في الرجال أو السيدات.